نعم تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كل ضابط فيه هذا الكلام، أعني التقدمة بالإيمان ونقصه، يدل أن خلاف فعله كبيرة من كبائر الذنوب. من اسم موصول معنى الذي، وهو صيغة من صيغ العموم. من كان يؤمن، والإيمان هو أعمال الباطن، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإذا أتى مفردا دخل معه ماذا؟ الإسلام. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. من كان يؤمن بالله يعني برضو يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الإسلام. وفيه دلالة أن اليوم الآخر يؤمن به ردا على الملاحدة الذين ينكرون اليوم الآخر. نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن العمل يدخل في مسمى ليش؟ الإيمان، ردا على المرجئة ومن لف لفهم ممن جعلوا أن العمل يدخل في مسمى ليش؟ الإيمان. لأن النبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا فإيش؟ فلا يؤذي جاره. والأذية هنا عمل ولا ما هي عمل؟ عمل. الأذية تكون باللفظ وتكون بالفعل، هذه كلها عمل ولا لا؟ تكون بالجوارح، وكل هذه أعمال ولا مو أعمال؟ إذن هذه اللفتة في هذا الحديث ترد على المرجئة وعلى من يقولون إن الإيمان أن العمل يدخل في مسمى إيش؟ الإيمان. لا، الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. هذه خمسة أركان تحفظها تماما في حين كلامك لما تكلم عن إيش؟ لما تكلم عن الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، دلالة على أن أذية الجار كبيرة من كبائر الذنوب. ولما قال جاره نكرة في سياق جملة النهي تدل على العموم، حتى وإن كان الجار ليس إيش؟ ليس مسلما، وهذا يدل على عظم الدين وعلى عظم خلق الإسلام. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم، وهذا فيه فضيلة إكرام الضيف، وإكرام الضيف جائزته. قالوا كم؟ قال كم؟ يوم وليلة، وبعدين إلى ثلاثة أيام، وما دون ذلك نافلة. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وهذا فيه دلالة على قل بخير تجتنيه، أو تحلى بالسكوت على حفظ الجوارح، وبالذات في أوقات الفتن ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه. قال عمر بن عبد العزيز لما منع أن يسب العباسيون وآل البيت على المنابر، ولما كانوا يتكلمون فيما شجر بين الصحابة، قال: تلك فتنة حفظ الله فيها سيفي، ألا أحفظ فيها لساني؟ وهذا فيه دلالة على أن قال عليه الصلاة والسلام عند الحاكم وغيره وفي الجامع: أكثر من يدخل الناس النار الفم والفرج. وقال عليه الصلاة والسلام عند أهل السنن: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أتكفل له بالجنة، ومن يكفل ما بين لحييه وما بين فخذيه أتكفل له بالجنة. دلالة على أن الإنسان عليه أن يحفظ ماذا؟ أن يحفظ لسانه. ولذلك يقول الشاعر: يا أيها الإنسان احذر لسانك، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم من نزيل في المقابر وكانت تخشى لقاءه الأقران. وقال آخر: وكم من حروف جرت حتوفا وأخرى دعت إلى خير منيف. نعم.